مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في هذه التغطية الإخبارية الجديدة من الخليج 24، فأهلا بكم. نواصل مع حضراتكم تغطية كل ما يتعلق بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا التي تدخل يومها 9 صباح الجمعة، ذلك مع إطلاق الرئيس الروسي إشارة البدء لهذه العمليات فجر الخميس الماضي. وفي تطور جديد، أعلن الكريملين عن مكالمة هاتفية جمعت الرئيس الروسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان مساء يوم الخميس 3 فبراير. ترى ما تفاصيل هذه المكالمة، وهل يمكن أن يكون لبن سلمان دور في الحل؟ وإلى التفاصيل، عرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مكالمة هاتفية الخميس مع الرئيس الروسي استضافة محادثات وساطة بين روسيا وأوكرانيا مع دخول النزاع أسبوعه الثاني. وخلال الاتصال جرى بحث العلاقات بين البلدين وسبل لتعزيزها في مختلف المجالات وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية واس. كما تطرق الاتصال أيضا إلى الأزمات الدولية، فشدد ولي العهد السعودي فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا على موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار، مؤكدا أن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف. كما بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي هاتفيا اليوم الخميس مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الأزمة في أوكرانيا وسبل خفض حدة التصعيد. وأكد ولي العهد السعودي خلال الاتصال الذي تلقاه من الرئيس الأوكراني دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة تصعيد الأزمة واستعدادها لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا. وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن المملكة ومن منطلق اعتبارات إنسانية ستمدد تأشيرات الزائرين والسياح والمقيمين الأوكرانيين في المملكة التي ستنتهي خلال الفترة لثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وأن حكومة المملكة حريصة على راحتهم وسلامتهم. وفيما يتعلق بتأثير أزمة أوكرانيا على أسواق الطاقة، فقد جدد الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوها بدور اتفاق أوبك بلس في ذلك وأهمية المحافظة عليه. فيما أعلن مسؤول أوكراني كبير أن كييف وموسكو اتفقتا الخميس على إنشاء ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين في ثاني جولة محادثات منذ بدء العملية العسكرية الروسية الأسبوع الماضي. هذا وتستمر المحادثات بين الوفدين التي تعقد في منطقة بوليفيسكايا بوش في بريست على الحدود البيلاروسية القريبة من بولندا بعدما انطلقت يوم الاثنين الماضي. وعقد أول لقاء بين الطرفين في 28 فبراير وانتهى من دون تحقيق تقدم ملموس، إلى أن اتفق على عقد لقاء ثان انتهى الخميس والثالث بداية الأسبوع المقبل. يذكر أن العملية العسكرية الروسية قد انطلقت في 24 فبراير 2022 بعد أيام من اعتراف موسكو باستقلال إقليم دونباس الانفصالي في الشرق الأوكراني، وذلك بعد أشهر من التوتر المتصاعد بين الكريملين والغرب، ما دفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فضلا عن بريطانيا واستراليا وكندا واليابان وغيرها إلى فرض عقوبات قاسية وموجعة على الروس، كما أدى إلى تدفق السلاح الغربي والدعم العسكري لكييف من أجل مواجهة الهجوم الروسي. هذا ومع انتهاء الأسبوع الأول من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلن طرفا الصراع
تكبيد بعضهما البعض لخسائر بشرية وأضرار في المعدات القتالية في حصيلة لم تكن متوقعة في ظل تفوق قدرات موسكو العسكرية. وتضاربت الأرقام التي يعلنها الجانبان في إطار الحرب النفسية التي يحاول كل طرف فيها إثبات التفوق على الآخر، فيما تفاقمت أزمة النازحين واللاجئين الفارين من الحرب داخليا وإلى دول الجوار. هذا وفيما تتواصل العمليات الروسية في الأراضي الأوكرانية، أكد الرئيس الروسي الخميس أن العملية العسكرية الجارية في أوكرانيا تسير بحسب الخطة الموضوعة لها، مشددا على أن بلاده تقاتل نازيين جدد من أجل إنقاذ الروس والأوكرانيين، معتبرا أن هؤلاء هم شعب واحد. وخلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في اليوم الثامن للهجوم الروسي على أوكرانيا، قال الرئيس الروسي في كلمة بثها التلفزيون الروسي أن العملية العسكرية الخاصة تسير بدقة بحسب الجدول الزمني المعد لها بحسب الخطة، كما أشاد بشجاعة الجنود الروس الذين وصفهم بأنهم أبطال حقيقيون، وأكد أنهم يقاتلون بحزم وتفهم لعدالة قضيتهم. وأضاف الرئيس الروسي: لن أتخلى عن القناعة بأن الروس والأوكران هم شعب واحد. كذلك أعلن تعويضات مالية للعسكريين الروس الذين قتلوا أو أصيبوا في أوكرانيا وللجنود الذين لا يزالون منتشرين هناك. وفي الأثناء تحدى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي نظيره الروسي للجلوس معا وإجراء محادثات، بينما حث الغرب على تقديم مساعدة عسكرية أقوى لأوكرانيا، وفي إشارة ساخرة للمائدة الطويلة التي استخدمها الرئيس الروسي في اجتماعاته مؤخرا مع قادة أجانب ومسؤولين روس. قال زيلينسكي: اجلس معي للتفاوض، فقط ليس على بعد 30 مترا، أنا لا أعد، ما الذي تخشاه؟ كما قال إن العالم كان أبطأ من اللازم في تقديم الدعم لأوكرانيا، وحث القادة في الغرب على فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا لمنع وصول الطائرات الحربية الروسية. فقد استبعدت الولايات المتحدة وحلفاء الناتو اتخاذ الخطوة التي ستضع الجيوش الروسية والغربية في مواجهة مباشرة. يذكر أن العملية العسكرية الروسية قد انطلقت في 24 فبراير بعد أيام على اعتراف موسكو باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في الشرق الأوكراني، وذلك بعد أشهر من التوتر المتصاعد بين الكريملين والغرب، ما دفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فضلا عن بريطانيا واستراليا وكندا واليابان وغيرهم إلى فرض عقوبات قاسية وموجعة على الروس، كما أدى إلى تدفق السلاح الغربي والدعم العسكري لكييف من أجل مواجهة الهجوم الروسي، فيما شدد الرئيس الروسي على استكمال العملية الروسية في أوكرانيا حتى تتحقق أهدافها. وقال مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين الخميس أن الوضع المحايد لأوكرانيا هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لبلاده، مشيرا إلى أن الحرب الباردة مع الغرب أصبحت ساخنة وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك. وأضاف أن حيادية أوكرانيا هي حاجز ضروري لصد الهجمات من الغرب، لافتا أن الغرب لا يحاول حصار روسيا فحسب بل وتدميرها أيضا. بالتزامن أبلغ الرئيس الروسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن أهداف عملية موسكو في أوكرانيا والمتمثلة في نزع أسلحتها ووضعها المحايد ستتحقق على أي حال. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى سلسلة الأخبار العاجلة نستعرضها مع حضراتكم، ومعنا خبر يقول من وكالة الطاقة الذرية أنها تدعو لوقف القتال قرب أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا. خبر آخر: الرئيس ودائرته المقربة، بايدن يوجه ضربة جديدة إلى الرئيس الروسي. وعن تفاصيل هذا الخبر، أعلن البيت الأبيض الخميس فرض عقوبات جديدة تستهدف النخبة الحاكمة
وشركائهم وكذلك المتحدث باسم الرئيس الروسي. وأضاف أن الولايات المتحدة ستفرض أيضا قيودا على تأشيرات دخول 19 من النخبة الحاكمة الروسية وأسرهم وشركائهم. ومن بين المستهدفين بالعقوبات الجديدة السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف وأليشير بورهانوفيتش عثمانوف أحد أغنى الأفراد في روسيا وحليف وثيق لبوتين. كما أعلنت من جانبها وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستفرض حظرا على التأشيرات على 19 من النخبة الروسية وعشرات من أفراد عائلتهم والمقربين. وقال البيت الأبيض في بيان أعلن عن العقوبات الجديدة: سيتم فصل هؤلاء الأفراد وأسرهم عن النظام المالي الأمريكي، وسيتم تجميد أصولهم في الولايات المتحدة، وسيتم حظر استخدام ممتلكاتهم. خبر آخر: واشنطن وكييف تناقشان تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني، حيث ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الخميس تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا مع نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا في إطار دعم عسكري متواصل تقدمه الولايات المتحدة لكييف منذ زيادة التوتر في أو مع روسيا المجاورة. وبحسب وكالة رويترز، فإن بلينكين وكوليبا أجريا مباحثات هاتفية بينما تتواصل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا دون مؤشرات على التوصل إلى تهدئة وشيكة في البلاد. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه التغطية المباشرة والحية عبر قناتكم الخليج 24. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة، على أمل اللقاء بكم في خدمات إخبارية لاحقة. كنت معكم أنا رائد حاكم، دمتم في أمان الله.